عرق النسا أو آلام العصب الوركي. ده ألم يكاد ما يكونش فيه واحد من اللي بيسمعوني حاليا إلا يعرف واحد أو شاف واحد من قرايبه من أصحابه إلا وكان بيعاني من هذه الآلام اللي هي مشهورة عندنا باسمها عرق النسا، والاسم الصحيح بتاعها العصب الوركي، يعني آلام العصب الوركي، العصب اللي ماشي بطول الرجل. هم عصبين، واحد شمال واحد يمين، بيخرجوا من الفقرات القطنية والعصعوص، فقرات العصعوص في تحت خالص العمود الفقري، بيخرج منه اتنين، واحد شمال يروح على الرجل اليسرى والتاني يمين على الرجل اليمنى، ويمتد من أول العمود الفقري مرورا بالفخذ الأرداف والفخذ والساق حتى القدمين. والأعصاب بصفة عامة لها وظائف، في أعصاب حسية فقط سنسوري نيرف، زي مثلا عصب العين الأوبتيك نيرف، وزي عصب الشم والفاكتوري نيرف، دول حسية يعني سنسوري نيرف. وفي أعصاب حركية يعني تقوم بحركات موتور نيرفز. العصب الوركي ده بيجمع الاتنين، عصب وركي وعصب حسي سنسوري وموتور نيرف. ولذلك لما بيصاب بتبقى عند الإنسان مشاكل في الإحساس، تنميل، خضران في الرجل من أول الفخذ لحد تحت في أي مكان، وإيه؟ وأسفل الظهر. وممكن يكون إحساس في الوظيفة الحركية، ما يقدرش يتحرك كويس أو حركته تبقى فيها مشاكل. ده مقدمة عن عرق النسا. إيه هو بقى عرق النسا كده بالتفصيل؟ الموضوع ده بالمناسبة مكتوب عندكم في الموقع بتاع دكتور هلال .com dr-hilal.com، اللي يحب يقرأ الكلام مكتوب أو يرجع له تاني، وأحط الرابط إن شاء الله تحت الفيديو. عرق النسا بقى هو أو سياتيكا، الاسم الإنجليزي بتاعه سياتيكا، واسم العصب اسمه سياتيك نيرف. مصطلح يستخدم لوصف أعراض الألام الناتجة عن عصب الورك في الساق، أو وغز أو خضر أو ضعف ينتقل من أسفل الظهر من خلال العصب الوركي إلى الجزء الخلفي من الساق اللي هو الأرداف والساق والفخذ. وبالتالي عرق النسا مش مرض في حد ذاته، مش تشخيص، لا، ده أعراض. الأسباب بقى إيه؟ متعددة. أما بنقول عرق نسا ده وصف لأعراض آلام، يا إما ضعف أو عدم قدرة على الحركة. عرق النسا نوع من الألم الشائع، والعصب الوركي ده هو عصب، أكبر عصب في الجسم، يمتد من أسفل الظهر إلى الفخذ ثم الساق ثم القدم، أطول عصب في الجسم، يخرج من الفقرات القطنية، ويوجد اتنين، واحد يسار واحد يمين زي ما قلت. والاسم الإنجليزي عرق النسا اللي هو سياتيكا، عرق النسا سياتيكا. نتكلم شوية عن عرق النسا أو العصب الوركي. العصب الوركي أطول عصب في الجسم، حيث يبدأ من أسفل الظهر ويمتد إلى الفخذ والأرداف زي ما انتوا شايفين في الصورة بتاعته، والساقين، يمتد إلى الفخذ والأرداف والساقين والقدمين على كلا الجنبين. ممكن نتوق في العظام، ضيق في العمود الفقري، والعمود الفقري أساسا ضيق، كل ده ممكن يسبب ضغط على العصب الوركي في أسفل الظهر، وعندما يحدث ذلك يمكن أن يسبب الكثير من الآلام والمشاكل على طول مجرى العصب، الفخذ والساق والقدم. ودي الصورة هي بتوضح العصب الوركي، الصورة هي العصب الوركي بيبقى جاي من فوق من العمود الفقري، من أسفل العمود الفقري، وبيبقى مارن من داخل الفخذ من تحت عضلة اسمها بايري فورمس، ودي ممكن تسبب مشاكل. وفي أشكال كتيرة بقى، ممكن يمشي من تحت فقط، وممكن في نوع يتقسم اتنين، من فوق ومن تحت، أو كله من جوه العضلة. في أشكال متعددة وكلها اسمها سياتيك نيرف. إيه هي الأعراض الشائعة لعرق النسا؟ زي ما أنتم شايفين في الصورة هنا، أدي عرق النسا هو واحد الناحية دي ما فيهوش مشاكل، اللي هو إحنا كده ده ظهر البني آدم، فده يبقى الشمال اليسار، وده اليمين هو المحمر، ده فيه مشاكل. العصب اليسار ماشي كويس قوي، ودي المنطقة اللي بيغذيها العصب، هنا الورك
والفخذ والساق والقدم، وبيغذي الوظائف الحركية والوظائف الحسية. لما يحصل له حاجة مشكلة هنا أو في الفخذ، ما هو في سباينال يعني أسباب في العمود الفقري، وفي أسباب نون سباينال يعني بره العمود الفقري، ممكن هنا في الفخذ، والكلام ده نتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد. فيحصل لما بيحصل له مشكلة والضغط عليه أو التهب، تبقى دية المناطق، في أربع مناطق: الأرداف واحد، الفخذ اثنين، الساق ثلاثة، القدم أربعة. أربع مناطق ممكن يحصل فيهم المشاكل، الألم والمشاكل الحسية نتيجة إصابة حرق النسا أو عصب الورك. نلخص المشاكل أهو: ألم أسفل الظهر، ألم أسفل الظهر، ألم في الساق أو في الخلف، خلف الأرداف، ويزيد عند الجلوس، وهنشرح بعد كده ليه بيزيد عند الجلوس. ألم الورك، ألم على جانب واحد من الخلف، ممكن جانب واحد من الخلف مش الخلفية كلها ألم، أو ألم زي إطلاق النار كده شوتينج مرة واحدة، ألم تبص للواحد ماشي كده أوب أي مش قادر، ويعني مش قادر يحمل على رجله مرة واحدة كده من الباب للطاق. وفي بقى الأحاسيس: حرقان، وغز، خضران على امتداد الساق، وممكن يكون في ضعف وتنميل أو صعوبة في تحريك الساق أو القدم. ديت الأعراض اللي لو اجتمع منها أكتر من عرضين ثلاثة يبقى أنت عندك عرق النسا. طبعا في أعراض مميزة جدا، وهو ألم يبتدي عند أسفل الظهر ويسرح إلى الفخذ والساق والقدم، ده على طول اسمه عرق النسا، ويزيد لما تقعد، لأن الواحد لما بيبقى قاعد ما بيبقاش قاعد بشكل مستوي في 99% من الحالات، وبالتالي بيسمح هذا النوع من الجلوس بأن القرص اللي موجود ما بين الفقرات يضغط على العصب ويسبب الألم. أدي الصورة ديت بتوضح لنا الفقرات هي، وأدي العصب اللي احنا بنسميه عرق النسا أو عصب الورك، وأدي هنا الرأس مع الفقرات، واحد اثنين ثلاثة، الفقرات ديت كل واحد بين الفقرة والتانية في ديسك قرص، قرص كده بيبقى هلامي شوية وجواه مادة سائلة في النص وهو مرن. الجزء ده حصل ضغط هنا على العصب، الديسك ده بيضغط على العصب، فيبتدي المنطقة اللي بيغذيها العصب يحصل فيها الألم والمشاكل الحسية. المنظر ده خلفي يعني ده الظهر، والعصب بيبقى ماشي من ناحية الظهر، وده المنظر من أمام. سبب الإصابة بقى بعرق النسا، إيه اللي بيحصل بالظبط لما الواحد يجيله عرق النسا؟ إيه اللي بيحصل أو إيه الأسباب؟ السبب الكامن وراء الإصابة بعرق النسا الألم هو تعرض العصب الوركي للضغط أو الإصابة، ضغط الفقرات السفلي القطنية على جزء من العصب. هذا الضغط يعمل على تهيج العصب والتهاب، وبالتالي الأعراض المصاحبة لذلك. آلية إصابة العصب الوركي هي إما نتيجة لضغط على العصب مباشرة، يعني العصب بيضغط عليه، أو نتيجة التهاب العصب، أو حالة مناعية ضد العصب، يعني أوتو إميون ضد العصب، للحالة مناعية غير طبيعية للجسم ضد العصب، أو خليط بقى من الأسباب دي كلها. إيه اللي بيعمل ضغط على العصب؟ واحد، فتق القرص الفقري القطني، يعني القرص ده، القرص ده اللي احنا شفناه قبل كده بيحصل فيه فتق، يعني هيرني، الحتة دي تبرز لبرة. تشير الأبحاث، ده أشهر سبب، تشير الأبحاث إلى أن ما يصل أكثر من 90% من عرق النسا يحدث بسبب فتق في القرص، وعداء فتق يعني بروز جزء منه كده، زي الفتق اللي بيحصل في البطن كده، يبز البرة ويجي يبز البرة فيضغط على العصب. وعندما يضغط القرص المنفتق المتفتق ده أو اللي فيه فتق على واحد أو أكثر من جذور الأعصاب الشوكية اللي موجودة من الفقرات اللمبر، من أول لمبر فور لحد ساكرال ثلاثة، وهي تشكل العصب الوركي، يحصل تهيج للعصب الوركي وتحصل المشاكل اللي بنقول عليها. ويمكن أن يسبب فتق القرص الفقر القطني عرق النسا بطريقتين: يا إما يضغط على، أما يحصل الفات بيبز البرة أو يبرز لبرة الديسك ويضغط على العصب، يبقى الضغط المباشر على العصب لما ينتفخ القرص القطني، أو يحصل تسرب لمواد كيماوية حمضية
تسبب التهاب كيميائي للقرص فيحصل له تهيج. يبقى ده أول سبب وأشهره الفات. السبب الثاني ديجنريشن. ديجنريشن يعني تقادم أو تهالك أو انحلال أو تدهور حالة العظم. يمكن أن يؤدي انتكاس أو تنكس الأنسجة في العمود الفقري القطني الفقري القطني إلى ضغط أو تهيج العصب الورك. أو ممكن هذا الديجنريشن يؤدي إلى نمو في نتوء عظمية، هذه النتوء العظمية تضغط على العصب الورك. تضيق يعني ستينوزيس، المجرى اللي بيمشي فيه العصب يضيق. العمود الشوقي في قناة كده اسمها نيورو فورامين أو بيمر فيها العصب وهي أساسا ضيقة، فلما يحصل لها خنق أو تضيق أكتر فبتضغط على العصب، وده بيحصل في كبار السن لأن الديجنريشن أو التقادم ده بيحصل في كبار السن مش الصغيرين. أسباب بقى كل اللي فوق ده كان أسباب فين في العمود الفقري، لكن في طبعا أسباب خارج العمود الفقري زي هنا كده، ده خارج العمود الفقري. العظمة ديت اللي هي بايريفورمز دي عظمة صغيرة ومزنوقة كده وضيقة، بيمر يا إما من خلالها يا إما من تحتها العصب الوركي فبتضغط عليه لسبب من الأسباب. أو ممكن يعني يا إما العضلة دي فيها مشكلة يا إما في ضغط على العضلة من بره، زي السبب الشائع المشهور جدا ودي حصلت لي أنا شخصيا، الواحد بيحط المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون ويقعد وكده، فما بيجي يقعد بيقعد على المحفظة، المحفظة بتضغط على العضلة ديت، العضلة تضغط على العصب. تكرر الحكاية بقى ديت كل يوم كل يوم لمدى كذا شهر ماشي. إذا كانش الواحد يفطن للموضوع أول ما يحس بعدم ارتياح يغير مكان المحفظة، ولا من الأول ما يحطش المحفظة في جيبه الخلفي، يحطها في أي حتة ولا يرميها إذا كانش فيها فلوس. تلاقي ناس مفلسين وحطت محفظة ما ينوبوا منها إلا إن يجيله عرق الناس، حطها في حتة تانية بلاش الجيوب الخلفية دي. يبقى كده المشاكل اللي خارج العمود الفقري إيه هي؟ الحمل، الستات لما بيحملوا بيضغطوا طبعا الجنين وكده بيضغطوا على العضلات الموجوده في الحوض وممكن يجي لهم عرق النساء، مشهوره الحكايه دي. تشنج العضلات اللي موجوده في اسفل الظهر او الارداف، ومن ضمن العضلات اللي بتشنج اللي هي البايريفورمس ماسل، واشياء اخرى كتير قد تزيد. في حاجات تانية بتزيد من فرصه او زياده الالم، يعني السمنه، عدم ممارسه الرياضه بانتظام، الستات اللي بيلبسوا كعب عالي، النوم على مرتبة ناعمة جدا، كل دي بتساعد على زيادة الألم. تشخيص عرق النساء، نيجي بقى لتشخيص عرق النساء. عندك عرق النساء دي من الحاجات اللي من السهل جدا تشخيصها، مجرد ما المريض بيحكي وبيوصف الأمر الألم على طول بنقول ده عرق النساء، ما بيحتاجش أكتر من كده. بس السبب بقى وراء عرق النساء لا، ده بيحتاج فحوصات، بيحتاج موجات صوتية ومحتاج كشف دكتور وما إلى ذلك. وطبعا معرفة السبب هي دي المفروض الشرط عشان نعرف نعالج كويس، لكن لو معرفناش السبب ادي احنا بنعالج مسكنات وخلاص لكن معالجناش السبب. نيجي بقى أهم حاجة في الموضوع هو علاج عرق النساء. لو الواحد جاله عرق النساء بقى يتعالج ازاي؟ العلاج في خطين كبار قوي، الخط الاولاني علاج غير جراحي والخط الثاني علاج جراحي. العلاج الجراحي ده اخر حاجه بتتعمل لما الخط الاولاني بكل انواعه يفشل والالم يتنته مستمر لمده شهرين او اكتر مع اتباع العلاجات الاخرى غير الجراحيه. العلاجات بقى غير الجراحيه، العرق النساء هدفها ايه؟ هدفها هي اولا بتبقى خليط مزيج من العلاج الطبيعي، التمارين الرياضيه، الادويه، حبوب، مسكنات، حقن، خليط من العلاجات عشان تحقق الهدف. والعلاج غير الجراحي ده فرصته كويسه جدا لما يكون عرق النساء ده جاي لك قريب بقاله اقل من 6-7 اسابيع فلسه حديث، فبالتالي العلاج غير الجراحي بيجيب نتيجه كويسه جدا. وهدف العلاج غير الجراحي ايه هو؟ يقلل الضغط على العصب، يقلل الضغط على العصب، ولذلك بتتبع اساليب متعدده عشان تغطي الاسباب المحتمله. ما احنا مش عارفين السبب الحقيقي ورا الايه، يا ترى الديسك فوق ولا بره العمود الفقري ولا ايه، فبالتالي بنتبع كذا اسلوب
حتى في التمارين الرياضية لعلاج عرق النساء بتعمل تمارين مختلفة، بعض التمارين عشان تعالج الفتق بتاع الديسك، وبعض التمارين عشان ترخي العضلة اللي اسمها البيريفورمس وتمددها وتلينها، وبعض التمارين عشان تقوي العضلات المحيطة بأسفل الظهر والورك والأفخاد وكده، لأن كل ما العضلات ديت كانت قوية كل ما التحميل بيقل عن على العمود الفقري وبالتالي الألم بيتحسن. فده ديت أهداف العلاج غير الجراحي. علاج طبيعي يشمل بقى العلاج غير الجراحي العلاج الطبيعي والرياضة والممارسة الرياضية. فالعلاج الطبيعي بيتعمل علاج عشان نقوي العمود الفقري والعضلات المربوطة به، زيادة القوة الأساسية لعضلات الجسم اللي بنسميها كور سترينس، وتمدد العضلات الضيقة زي البيروفورمس وعضلة الهامسترينج تمديدها وزيادة طولها عشان ما تبقى ايه ما تتشنكش وما تضغطش على الأعصاب. حاجة تانية زيادة تحسن، زيادة وتحسن سواء للجسم والمواد المغذية بين أجزاء الجسم عن طريق تمارين الايروبيكس مثل زي المشي والسباحة وما إلى ذلك، والعلاج بالمسبح. العلاج بالأدوية، العلاج بالأدوية غالباً بيبقى مسكنات، العلاج بالأدوية غالبا بيبقى مسكنات، ربما بناخدها عشان نخفف الألم أو أحيانا بناخدها عشان لما الواحد يروح للعلاج الطبيعي البرنامج العلاج الطبيعي يقدر يعمله كامل، ما يبقاش الألم سبب في عدم قدرته على عمل العلاج الطبيعي. الأدوية اللي بتستخدم يا إما نون سترويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز زي الأيبوبروفين والفولتارين والنابروكسين، والأسترويدز الاسترويدز اللي هي زي البريدنيزون، ومضادات التشنج مثل الجبانتين زي الجبابنتين، يبقى مضادات التشنج مثل الجبابنتين، ومضادات الدبريشن الترايسايكليك انتي ديبريسنتس، والمسكنات القويه زي الترامادول والكسيكودون. ده كده الأدوية. العلاج بقى بتقويم العمود الفقري، تقويم العمود الفقري ديت عملية بيقوم بيها أخصائي اسمها تشيروبراكتيك سيرابي. المتخصص ده بيبتدي بالطريقة يدوية، يقعد يضغط هنا وهنا وهنا عشان يرجع الهرنة لمكانها، يظبط العمود الفقرات الى حد ما مكانها، وبتجيب نتيجة الى حد ما. العلاج بالتدليك، المساج من الحاجات اللي بتفيد، وهدفها بيكون تحسين الدورة الدموية، استرخاء العضلات، زيادة هرمون وهو مسكن طبيعي اسمه الاندورفين، زيادة إفراز هرمون اسمه الإندورفين، وده يعتبر مسكن رباني كده طبيعي بيفرزه الجسم. الحقن، العلاج بالحقن بتحقن طبعا عن طريق متخصص أخصائي، بتحسن الألم ولكن ديت برضو علاج مسكن، وفي الغالب بتستخدم عشان المريض يقدر يمشي على العلاج الطبيعي بدون ألم مبرحة. العلاج بقى الجراحي ده آخر خط، وقلنا ده ما بيتعملش إلا لما بتفشل العلاجات الأخرى كلها. يعني الواحد الألم مستمر بقاله يجي 8 أسابيع ولا أكتر مع إنه بيستخدم العلاجات السابقة كلها من غير فايدة. والجراحة بس في حالات معينة استثنائية على طول نعمل جراحة، لو في ورم، لو في سوائل، تجمع سوائل زي في حالات الخراريج والأكياس السائلة، أو في كسر شديد في العمود الفقري لازم جراحة، أو الإنسان بيكون عنده bilateral sciatica يعني الناحيتين عنده عرق النساء في الناحيتين خلته فقد الإحساس في الرجلين الاثنين وفقد القدرة على الحركة. في جميع الأحوال هدف الجراحة إيه؟ هدف الجراحة إزالة المسبب الذي يسبب الضغط على عصب الورك. وخيارات الجراحة اثنين، حاجة اسمها disectomy استئصال القرص، القرص كله يا جزء من القرص، أو لامينكتومي. اللامينكتومي ديت صفايح برضو بنقطع حتة منها، نقطع حتة من الصفيحة أو نشيل الصفيحة كلها، أو توسيع النيورو فرامن اللي هو النيورو فرامن اللي هو الثقب العصب اللي بيمر من خلاله عرق النساء وبالتالي بيرتاح شوية.
ده كده كان موضوع عرق النساء، أسبابه وعلاجه إيه هو. يا رب يكون الفيديو مفيد لكم، واللي يحب يطلع الكلام ده كتابة يرجع للموقع بتاعي. ياريت ما تنسوش الناس اللي ما عملتش اشتراك تشترك عشان تجيلكوا الفيديوهات أول بأول، وأيضا اعملوا لايك للفيديو واعملوا له شير، يعني ابعتوه لأصحابكم وحبايبكم لعلهم يستفيدوا منه، وخاصة الناس اللي عندها عرق النساء. وده كان الفيديو، يعني كلام تقريبا مش بالتفصيل قوي، ملخص بس بيوضح الخطوط العريضة عن آلام عرق النساء وكيفية علاجها. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من كافة الأمراض، ونشوفكم بخير في فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.